تبدو ليبيا هذه الأيام وكأنها تعيش لحظة هدوء ما قبل العاصفة. هذا على الأقل ما توحي به تهديدات حكومة الصخيرات في طرابلس، بجانب التعزيزات العسكرية الضخمة والمتطورة التي تدفع بها تركيا إلى ليبيا. إلا أن تكريس الهدوء أو اندلاع العاصفة سيظهر حتما من خلال تحديد مصير مدينة سرت الساحلية وقاعدة الجفرة، حيث أن سيطرة حكومة الصخيرات على هذين الموقعين لا يمكن أن يتم من دون انخراط تركي أكبر في القتال. وبحسب مصادر أن تركيا أرسلت تعزيزات عسكرية إلى قاعدة عقبة بالنافع الجوية التي تسيطر عليها ميليشيات السراج، وذلك بعد القصف الجوي الذي تعرضت له القاعدة ودمر دفاعاتها الجوية. وتأتي هذه التحركات بالرغم من الدعوات الدولية الرافضة لذلك، لما يشكله من خطر على مساعي السلام داخل ليبيا، خاصة أن هذا التدخل وصل إلى مستويات غير مسبوقة، بما في ذلك إيصال المعدات المتطورة وأعداد المرتزقة المشاركين في القتال. وتعمل أنقرة حاليا على نشر منظومة دفاع جديدة بدل التي دمرت في عقبة بالنافع جراء قصف جوي، إلى جانب استمرارها في ضخ الأسلحة والمعدات العسكرية والمرتزقة إلى طرابلس، الأمر الذي بدأ يقلق المجتمع الدولي من هذا التحشيد العسكري، ما يشكل ارتفاع وتيرة التدخل الأجنبي المباشر في النزاع، بالرغم من حظر التسليح الذي فرضته الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، فضلا عن الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء في برلين.